بكل المحبة والتقدير أرحب فيكم ومشاهدينا الكرام من خلال برنامجكم أجندة ثقافية. اليوم راح تكون عندنا فعالية مميزة جدا، خلكم معنا وخلنا نشوف مع بعض هذه الفعالية. احنا الان في مؤتمر الفنون الإسلامية اللي بتقيمه جامعة الكويت او المجلس الوطني بالاشتراك مع جامعة الكويت بمناسبة ان الكويت هي عاصمة الثقافة الإسلامية. الحقيقة هذا المؤتمر يعني به العديد من الاوراق والمداخلات التي يعني تحاط او تحيط كل مجالات الفنون الإسلامية. والجديد في هذا المؤتمر الحقيقة أنه جمع ما بين مفهوم الفن الإسلامي الأكاديمي أو الفنون الإسلامية بالشكل الأكاديمي التي هي متعارف عليها أنها ترتبط بالتصوير الإسلامي، الزخرفة الإسلامية، الكتابات الإسلامية، العمارة الإسلامية، وبفهم الفن بقى بشكل عام أو الفنون بشكلها العام زي الموسيقى والغناء والشعر والفلسفة الإسلامية. والحقيقة الورقات التي اشتملت عليها مداخلات المؤتمر غطت ما بين الفنون الإسلامية بمعناها الأكاديمي، وأيضا بعض الورقات تناولت بعض العلماء المسلمين، بعض إطار الفلسفة الإسلامية، المسرح الإسلامي وخلافه. والحقيقة المؤتمر بيتميز بهذه النقطة. أيضا المؤتمر الحقيقة بيجمع أيضا نخبة من البلاد العربية والمهتمين من الأجانب من البلاد الأجنبية بالفنون الإسلامية. دعوني أقول أني من أروع الورقات التي عرضت في هذا المؤتمر الورقة التي تناولت العمارة العثمانية بجوامعها وبدورها ومساكنها في أكثر من منطقة ولا سيما مصر. أيضا الورقة التي قدمت من ممثل الإمارات ودعت إلى أن يكون هناك مدن إسلامية بهوية إسلامية في مبانيها وفي شوارعها. والحقيقة يعني إحنا كثير من التراث أو من مدن الإسلامية أو من التراث الإسلامي أو من المنشآت الإسلامية بغيت أن يكون هناك مباني حديثة.
في دول الخليج جت إمكانيات مادية، فما اللي حصل في هذه الدول؟ بدأ التخطيط والتعويض، عملوا طرق، أزالت المباني، مباني جيدة مش جيدة، قلاع، حصون، بيوت جميلة غيرها أزيلت على أساس التحديث، إن إحنا يجب أن نحدث المدينة، يجب أن نبني المدينة الحديثة التي على غرار الدول الغربية. ومين اللي جاء؟ جبنا مهندسين أيضا غير أهل البلد، لأن ما كان عندنا في ذاك الوقت مهندسين من أبناء البلد، فجبنا من أجانب، كانوا أوروبيين ولا كانوا آسيويين، لوضع سمات المدينة أو سمات المباني. فجت المباني مختلفة غريبة عجيبة، كل واحد من بلده جاب نماذج وعملها وظهرت المدينة عندنا. فنلاحظ اليوم أن هذه المدن فيها كوكتيل من العمارة من مختلف الدول، تعتمد على المهندس اللي جاب هذه العمارة. الحقيقة أن كثير من المباني التراثية والأثرية، الأثرية نقطة فيها أكثر من 100 سنة، والتراثية في تقسيمات الأثار والتراث أقل من 100 سنة، أزيلت. كانت تتميز هذه المباني بكثير من الزخارف ومن العناصر المعمارية، من المباني الإنشائية، المواد البناء اللي فيها أزيلت وزرعت فيها مباني كونكريت في كل المدن. تبقى نحن عندنا يعني نقدر نقول في فاس، في بعض المناطق، في سوسة، في تونس، في القصبة في الجزائر، يعني كقرى صغيرة، نواحي صغيرة محافظة على مبانيها اللي تعود أكثر من يعني قرون بسيطة. مشاهدينا، كذي وصلنا معاكم إلى ختام برنامج أجندة ثقافية، يجدد اللقاء معاكم مع فعالية أخرى. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله. كل المحبة والتقدير، أرحب فيكم ومشاهدينا الكرام من خلال برنامجكم أجندة ثقافية. اليوم راح تكون عندنا فعالية مميزة جدا، خلكم معنا وخلنا نشوف مع بعض هذه الفعالية.
الجزار سعد حمدان اليوم سعدنا بزيارة أخونا الفنان التشكيلي عبد الجليل الشريفي، ومعرضه كان معرض جميل جدا، خصوصا أن المعرض انصب أو إجا تعبيرا عن العلاقات الأسرية، الأحداث اللي على الساحة، وكان معرض جميل جدا وأنا شخصيا استمتعت فيه، وأشكر صراحة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لدعمه لمثل الفنانين المميزين مثل الأستاذ عبد الجليل الشريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المعرض الليلة هو يجسد حقيقة مدى نمو الحركة الفنية التشكيلية في الكويت. الكويت تحتفل بمسماها الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب معني بهذا الأمر، وهناك خطة كذلك موسم ثقافي معبر عن هذه الحركة، نمو الحركة الفنية. المعرض هو الفنان الكبير عبد الجليل الشريفي، يمثل تقريبا 32 لوحة تعبر عن الحالة الاجتماعية عموما. كثير من لوحاته تعبر عن الأسرة، تعبر عن نمط الزواج، كذلك عرض لوحات تحاكي الواقع اليوم، واقع الحروب اليوم، قضايا التهجير وقضايا الترمل واليتم، كذلك هناك لوحات تعبر عن الإنسانية وتضامن المجتمع مع بعضه. بالتالي هو جسد بلوحة متكاملة الحالة الاجتماعية عموما، بالفرحة وبحزنها وبألمها، كذلك بالقضايا اللي تحيط في عالمنا العربي والإسلامي والدولي. مثل ما أنتم عارفين أن المجلس الوطني عنده استراتيجية معنية بهذا الأمر، وبالتالي أتى هذا الموسم الثقافي يعني زاخر بهذه الفعاليات، من ضمنها هذا المعرض. ندعو الفنان القدير عبد الجليل الشريفي بالتوفيق والنجاح. كذلك أحبر دائما وأكد على دور الإعلام والتسويق الإعلامي لأنشطة وفعالية المجلس الوطني، وبالتالي نحن أدوارنا متكاملة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من جهة، كذلك المؤسسات العاملة المتوازية في العمل الثقافي والفني، وكذلك وزارة الإعلام متمثلة في اليوم حاضرين معاي تلفزيون الكويت وبرامج المختلفة، كذلك إذاعة الكويت. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. مشاهدينا، كذي وصلنا معاكم إلى ختام برنامج أجندة ثقافية. يجدد اللقاء معاكم مع فعالية أخرى. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.
نمسي عليكم بالخير مشاهدينا الاعزاء من خلال شاشه القناه الاولى من تلفزيون دوله الكويت، وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم اجنده ثقافيه. في ظل اختيار الكويت كعاصمه للثقافه الاسلاميه، باتت هناك العديد من الفعاليات والانشطه الثقافيه التي تقام على مدار الاسبوع، ومن خلال شاشه القناه الاولى وتحديدا من خلال برنامج اجنده ثقافيه نسعى ان نجيب لكم هذه الفعاليات لعندكم. خلكم ويانا وتابعونا. مداخلتي تتعلق بأعمال فنية عربية قديمة جدا أثرت في الأدب الغربي بشكل عام والأدب الفرنسي بشكل خاص، وهو أدب العصور الوسطى. وسوف أتكلم عن نصين، النص الأول سيرة عنتر بن شداد، والنص الآخر هو في الحقيقة عشاق العرب، قصص عشاق العرب. سيرة عنتر بن شداد أثرت على مجموعة قصص كانت تسمى بالعصور الوسطى لغيسي ليجاندير، وهي مجموعة قصص حكايات الأساطير التي استلهمت موضوعها من تاريخ فرنسا، وهي قصص فروسية وقصص البطولة. وهذه القصة بالذات قصة لا شانسون دو رولان، أنشودة رولان، تأثرت بشكل كبير في قصة عنتر بن شداد. وكيف وصلت قصة عنتر بن شداد إلى فرنسا؟ العديد من النقاد الفرنسيين أكدوا تأثير سيرة عنتر بن شداد على أسطورة أو أنشودة رولان. هناك أحد النقاد اللي اسمه لويس فاتيسيه قال بأنه الطلبة الفرنسيين الذين كانوا يدرسوا في القرن التاسع الميلادي والقرن العاشر الميلادي في المدارس الكبرى المشهورة في إشبيليا وقرطبة، لابد أنهم وجدوا قصة عنتر بن شداد، وبيضيف أيضا وجدوا أيضا قصص ألف ليلة وليلة، وقاموا بجلبها إلى المدن الفرنسية، وعرفوا المثقفين الفرنسيين في ذلك الوقت أو الشعراء بهذه القصص. الموضوع الآخر اللي هو القصص عشاق العرب، ومع كل أسف أنه قصص عشاق العرب حتى بالعالم العربي غير معروفة بشكل صحيح، أثرت أيضا على قصص فرنسية في العصور الوسطى في القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وهي قصص الحب المستحيل أو قصص الحب العذري اللي احنا بنسميها قصص الحب العذري. وانتقلت نفس الموضوع، هي جلبوها معهم الفرسان الحروب الصليبية، الحملات الصليبية اللي أتت إلى الشرق أخذت معها هاي القصص وعرفت العالم الفرنسي أو العالم الأوروبي بهذا العجائب الشرقية. القصص لأوروبا. في كاتب اسمه لويس باتيسيه بيقول انه طلاب الفرنسيين اللي كانوا يدرسوا في مدارس قرطبة وإشبيلية بالقرن التاسع والقرن العاشر الميلادي لابد وانهم وجدوا القصة المشهورة قصة عنتر بن شداد وقصص ألف ليلة وليلة في مكتبات هاي المدارس واخذوها معهم الى اوروبا وفرنسا. وفي ايضا كاتب اخر بيقول انه لا، مقاطع من قصه عنتر بن شداد طلعت مع جنود ملك اسمه فيليب اوغوست، وفيليب اوغوست عاش في القرن الثاني عشر، بعيد شويه عن 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 الحقيقه. طبعا في كثير كتاب حكوا انها الفرسان الصليبيين اللي اجوا للشرق اخذوا حكايات عنتر بن شداد وتاثروا فيها. طبعا في عندنا مناظرين اخرين او نقاد اخرين يقول لك لا، هم الشرق اللي تاثر بالغرب مش الغرب اللي تاثر بالشرق. عنتر بن شداد بدنا نعرف انها حكايه بدات
شفهية وكانت تحكى حتى قبل الإسلام، لأنه وصلت الحكاية حسب حكاية موجودة بالكتاب وصلت لأذان الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيقول لو ما سمعت عن إعرابي ووددت رؤيته أو تعرف عليه إلا عنتر، وبيذكر في مقولة أخرى قال لو عرفت عنتر لو عرفت عنتر في زماني لست عليه لست به على قطر من أقطار البلاد. معناته قصة عنتر بدأت قبل الإسلام، طبعا هي راح تستمر وراح يجوا رواة يحكوا عليها قصص كثيرة وتستمر تقريبا 500 أو 600 سنة. اليوم احنا في المؤتمر الفنون الإسلامية الذي تنظمه جامعة الكويت والمجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب في إطار احتفالنا باختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية وامتدادا لهذه الفعاليات. كان لي مشاركة في المؤتمر بورقة بحث عن خيار الظل وتطور التقنيات في خيار الظل عبر التاريخ. والبحث في تقنيات خيار الظل هو بحث مهم من وجهة نظري، خاصة أننا مؤلف وكاتب وصانع للدمى خيار الظل، ولي أكثر من 35 عمل مسرحي، وأسست فرقة في هذا المجال، وأعدت إحياء الأراجوز وخيار الظل مرة أخرى في مصر، ولي عدد من المؤلفات في ذلك. لكن لفت انتباهي اهتمام الكتب فيما يقرب من 20 كتاب باللغة العربية، كلهم ما بيهتموش بفكرة التقنية، تطور العروسة، تطور الضوء، تطور المسرح، تطور الأشياء على اختلافها، أثر الفنون الأخرى على خيار الظل، أثر المنمات، أثر الأشياء المختلفة. تناول البحث تناول مبدئيا النشأة والمصطلح، ثم انتقلنا من النشأة والمصطلح إلى المكونات، المسرح، الدمى، أثر المنمنمات، موضوعات خيار الظل. رحنا لآخر لاعب شعبي هو حسن خنوفة، اللي كان صورنا أعماله وأصدرت عنه كتاب وفيلم وثائقي. ده كله كان من خلال البحث. وطبيعي في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم فعلا بالشكر لدولة الكويت حكومة أميرا وحكومة وشعبا. سمو الأمير داعم ومهتم بالحراك الثقافي، والمجلس الوطني أيضا، فهم يستحقوا منا كل الشكر والتقدير على كل هذا المجهود المبذول في لدعم الحراك الثقافي في الوطن العربي. والكويت ستظل منارة للثقافة، فهي التي أخرجت لنا كل المطبوعات العظيمة التي نشأنا عليها. شكرا. وبشذي نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أجندة ثقافية، على من اللقاء بكم من جديد من خلال شاشة القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت وفعاليات أخرى من الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية. إلى ذاك الحين لكم من كل التحيات ومع السلامة.
المساء عليكم بالخير مشاهدينا الاعزاء من خلال شاشه القناه الاولى من تلفزيون دوله الكويت، وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم اجنده ثقافيه. في ظل اختيار الكويت كعاصمه للثقافه الاسلاميه، باتت هناك العديد من الفعاليات والانشطه الثقافيه التي تقام على مدار الاسبوع، ومن خلال شاشه القناه الاولى وتحديدا من خلال برنامج اجنده ثقافيه نسعى ان نجيب لكم هذه الفعاليات لعندكم. خلكم ويانا وتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح خالد المسباح، باحث في التراث الكويتي ومهتم في الإصدارات الأوائل من مجلات وكتب. جاتني دعوة من جمعية العملات والطوابع بزيارة المعرض المقام الليلة. طبعا هذه فرصة للاطلاع على البريد في الكويت قديما، وهذا شيء حضاري ومدني، أن البريد يعني في الكويت متطور، والكويت تعاملت بالبريد يعني قديما، يعني منذ أيام الشركة الهند الشرقية، وكانت في البصرة، ومن البصرة انتقلت إلى الكويت، فلهذا مراحل عديدة، وكيف كان البريد يصل إلى الهند. وإحنا الآن في بيت دكسون، بيت دكسون من البيوت القديمة في الكويت والمعروفة، وسكن فيه المعتمد البريطاني أو أوائل المعتمدين البريطانيين. بعدين اشتهر أن المعتمد البريطاني مستر دكسون وزوجته مسعود وبنتهم زهرة وسعود سكنوا هذا البيت فترة إلى سنة الغزو سنة 90. وطبعا السفارة البريطانية أخذت أم سعود، زوجها توفى في 59، ومسعود راحت بريطانيا وقت الغزو ودفنت هناك. كانت وصيتها تدفن يعني في الكويت. هذا البيت القديم بيت تذكاري جميل، تم إعادة الصور والبراويز والمقتنيات لأسرة دكسون، وهذا شيء جميل يعني. وإحنا الآن بنتجول يعني، ننتظر الافتتاح إن شاء الله، نشوف مراحل تطور البريد. وشفنا يعني بعض الغرف مقتنيات نادرة، مثل الأستاذ الناظر المربي الفاضل جاسم أشكناني، مشارك في مجموعته الخاصة منذ الخمسينيات، رحمة الله عليه الأديب والمؤرخ حمد السعيدان مشارك بمجموعته الخاصة، وهواة كثر شاركوا بمجموعاتهم الخاصة، وهذه فرصة للآخرين أن يجون ويطلعون، لأن خاصة يعني الهواية تبدأ من الصغر وتتوسع، وبعدين الإنسان يعني يكون محترف في هذه الهواية. الهواية هذه هواية الطوابع، هواية العملات، أي هواية يمارسها الإنسان ترفع من شأنه وتعلي، ويكون عنده مادة علمية، حتى لو في مراحل الصف بالمدرسة يقدر يشارك في مادة التاريخ ومادة الجغرافيا عن طريق الطابع هذا الصغير، اللي راح يعرف أيام الملكيات وأيام الجمهوريات، وهذا المبنى شنو يخص مثل برج إيفل، وهذا منه الرئيس الفرنسي، وأهل الأمور هذه كلها، هذه تعطي معلومات تاريخية وجغرافية وثقافة موسعة. إنه يسعدنا اليوم بأن نجتمع لنحتفل معا بافتتاح المعرض الدائم لتاريخ الكويت البريدي هنا في مركز بيت دكسون الثقافي. هذا المبنى التاريخي كان أول مقر لمكتب بريد الكويت منذ عام 1915 حتى عام 1929. إننا محظوظين في دولة الكويت لوجود بعض المباني التاريخية التي أصبحت شاهد على جزء من تاريخ الكويت، ولا سيما هذا المبنى التاريخي الذي احتضن الكثير من الأحداث. لقد قامت الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات وبدعم ورعاية وتشجيع لا محدود من مجلس الثقافة والفنون والآداب لإعادة استغلال هذا المبنى ليكون معرض التاريخ البريدي.
وبكذا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أجندة ثقافية، على من اللقاء بكم من جديد من خلال شاشة القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت وفعاليات أخرى من الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية. إلى ذاك الحين لكم من كل التحيات ومع السلامة. مسي عليكم بالخير مشاهدينا الأعزاء من خلال شاشة القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أجندة ثقافية. في ظل اختيار الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية، باتت هناك العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تقام على مدار الأسبوع، ومن خلال شاشة القناة الأولى وتحديدا من خلال برنامج أجندة ثقافية نسعى أن نجيب لكم هذه الفعاليات لعندكم. خلكم ويانا وتابعونا. أنا الدكتورة مريم أحمد المذكور، العميد المساعد لشؤون طلابية بكلية التربية جامعة الكويت، وعضو هيئة التدريس بقسم الإدارة والتخطيط التربوي. ما شاء الله اليوم كان عندنا فعالية قاموا بها مجموعة متميزة من طالبات الماجستير في قسم الإدارة والتخطيط التربوي. قدمت الفعالية هاي أستاذة مريم العنزي وأستاذة شيماء الأنصاري وأستاذة فاطمة كاكولي. عنوان الدورة التدريبية لطلبة الدراسات العليا بالصورة عامة كان عن الأدوات اللي يستخدمها طالب بالدراسات العليا وخاصة طالب الماجستير. محتواها كان رائع جدا، محتواها يشمل طبعا كافة الأدوات الحديثة لتعين طالب الدراسات العليا انه يكون متميز، وتسهل عليه طبعا عملية البحث وعملية الكتابة بصورة أكاديمية وعملية التوثيق اللي هي كانت أهم الصعوبات والعقبات اللي كانت تواجه بصورة عامة طلبة الدراسات العليا. سعيدة بتواجدي لهذه الفعالية، وكان عمل منظم ورائع وجهد متميز، ورشة فعلا كانت فعالة، ونشكر لهم طبعا ما قدموه من عمل متميز، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فاطمة عبد الرضا كاكولي، طالبة ماجستير بجامعة الكويت كلية التربية قسم الإدارة والتخطيط. طبعا اليوم كانت عندنا دورة تدريبية بعنوان الماستر تولز، وهذه الدورة كان هدفها أن نفيد طلبة الماجستير بكلية التربية بشكل عام. طبعا احنا كطلبة ماجستير تواجهنا العديد من الصعوبات في التوثيق في البحث، فاليوم عرضنا لهم أحدث الوسائل اللي تعين الطلبة في البحث وفي السايتيشن
وفي البحث وفي السايتيشن وفي الحصول على المصادر عن طريق مثلا برنامج ايزي بيب والكيو ار كود واونلاين ترين اللي تقدمه جامعة الكويت كبرنامج للتدريب. طبعا كان بمشاركة مجموعة من الزميلات هم مريم العنزي صاحبة الفكرة وزميلتي شيماء الأنصاري. أشكرهم على تعاونهم وأشكر كل الحضور، مشكورين ما قصرتوا. أنا راح أدخل معاكم على الويب سايت. هذا الأونلاين ترينينج سيستم من جامعة الكويت، مجاني لجميع طلبة الجامعة. مجرد إنك تدخلين تكتبين اليوزر نيم والباسورد وتسوي لوجن، الرقم الجامعي. مريم تحب تجرب؟ أوكي، حط رقمك الجامعي والباسورد وتحصلين على دورة تدريبية معتمدة من جامعة الكويت. وانتي في البيت مثلا عندكم عطلة الصيف ان شاء الله تقدرون تاخذونها، ومدتها ساعة وانتي قاعدة فاضية، حتى يصير من التليفون من موبايلاتكم تقدرون تاخذون هذه الدورة. السلام عليكم، معكم الطالبة شيماء عيسى الأنصاري، طالبة ماجستير في قسم الإدارة والتخطيط التربوي. فعاليتنا اليوم باسم ماستر تولز، قدمنا الورشة هذه علشان نتبادل الخبرات والمعلومات مع زميلاتنا بالقسم حول البرامج والأبليكيشنز الجديدة اللي موجودة، وتساعدنا على تقديم بحوث ذات مستوى وتسخير التكنولوجيا في أشياء مفيدة حق البحث العلمي. وطبعا الفائدة الأساسية من هذه الدورة هو تبادل المعلومات والتعايش في بيئة أخوية مع زملائنا، وتفاعل الزملاء كان جدا جميل، الحضور كان كثيف. أشكر الدكتورة مريم المذكور والدكتور أحمد سليمان والدكتور مطلق العنزي على حضورهم وتشجيعهم لنا كطلبة، وأشكر طبعا زملائنا بالكلية من الأقسام الثانية ومن قسم الإدارة التربوية بالأخص على حضورهم الكثيف وتفاعلهم الجميل معنا داخل الدورة. طبعا في دورتنا تطرقنا حق الابليكيشنز اللي موجوده على الايباد وعلى المواقع اللي موجوده بالكمبيوتر، اشياء حديثه ومتطوره ومواكبه للبحث العلمي حول العالم علشان نؤدي بحوثنا على مستوى يليق بجامعه الكويت. السلام عليكم، معكم طالبة ماجستير الإدارة التربوية والتخطيط من جامعة الكويت مريم حسين العنزي. قدمنا اليوم أنا وزميلاتي ورشة اسمها ماستر تولز، تهدف لتقديم أهم الأدوات المعينة لطالب طلبة الدراسات العليا والباحث العلمي. أنا جتني الفكرة في البداية لما شفت زميلاتي يواجهون بعض الصعوبات، وبنفس الوقت بالويب سايت والأبليكيشن موجودة أدوات تساعدهم وتسهلهم، فجت الفكرة وتشاركت مع زميلاتي وما شاء الله أثروا الورشة. أشكر الحضور الدكاترة الدكتورة مريم المذكور والدكتور أحمد العنزي وأحمد سليمان على حضورهم وتشجيعهم ودعمهم لنا. طبعاً الويب سايت أنا تكلمت عنه وكنت متخصصة فيه في الورشة، كان يتكلم عن أهم المجلات العلمية والمنصات التعليمية اللي تعطي أو تشجع الطالب على التعلم الذاتي. تكلمنا عن شلون أقدر أستفيد من جوجل، طبعاً اللي هو في بحر ويقدر يستفيد الباحث العلمي من خلال استخدام الاستبانة الإلكترونية، سكولر شلون أقدر أستفيد من الاقتباسات، شلون أختار الكيورد المناسبة. طبعاً في منصات تعليمية تقدم دورات أونلاين حق الباحثين فري
مجانية بس من خلال التسجيل، والطالب يختار النقاط الضعف عنده. يعني في حال مثلا نختار SPSS، برنامج SPSS واحنا نستخدمه في البحث بشكل أساسي، نلقى منصات تعليمية، وأنا استفدت منها شخصيا عشان شي قدمتها لزميلاتي، منصة تقدم SPSS كدورة محدد الوقت، أقدر أدخل عليها أونلاين لما تبدأ، واستفدت منها وايد. كذلك استفدت صراحة من اليوتيوب اللي الأقل يمكن يشوفه يعني ضعيف، لكن هو فعلا في مصادر وقنوات تعليمية كبيرة، واللي نسميه إحنا موك اللي هو التعلم عن بعد. وبشذي نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أجندة ثقافية، على من اللقاء بكم من جديد من خلال شاشة القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت وفعاليات أخرى من الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية. إلى ذاك الحين لكم من كل التحيات ومع السلامة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم من خلال شاشه القناه الاولى من تلفزيون دوله الكويت، وهذه الحلقه الجديده من برنامج اجنده ثقافيه من خلال اختيار الكويت كعاصمه للثقافه الاسلاميه. نتابع معكم مجموعه من فعاليات المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، خليكم ويانا. This is not much I like. This is not much I like. Good night, one.
خلال متابعتنا لهذه الفعالية الموسيقية اللي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في ظل اختيار الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية، التقينا بأحدى منظمات هذه الفعالية شيلا ليلي. We want to ask you about the cooperation between the Kuwait Council for Arts and Arts and Culture and also Literatures with you guys, and how you managed to perform such an event. How was yesterday and what about today? What's your expectations? Well, we had a standing ovation yesterday, so the audience stood up at the end because they were so pleased with what they had heard. So we were really happy with that. I know that the government and the Department for Arts and Letters has been very supportive. They have dealt with our musical director, Richard Bushman, and they have been very helpful to him and very supportive. And you know, the arts in Kuwait would struggle without the support of the government, so we are very grateful. The choir, Ahmadi Music Group, is an old organization which has been running in Kuwait for 60 years, but you know, we couldn't run going forward without support from the government, and we're very glad to be able to perform such a fantastic opera such as Mozart's Don Giovanni. Thanks to them. Thanks to you, Sheila. بالفعل يعني هناك الكثير من التنظيم وكذلك التجهيزات والتحضيرات التي تنظم من قبل المجلس الوطني وكذلك حكومة الكويت من أجل أحياء هذه الفعالية اللي نعيشها اليوم من خلال اختيار الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية. وهم يقولون أنهم بالفعل سعداء للغاية بحجم التشجيع والذي يعني لقوه من الجمهور اللي وقف يحيي الفرقة الموسيقية والفرقة الغنائية خلال العرض الأول، واليوم إحنا نتابع العرض الثاني، وبالتالي هم متأملين المزيد من التشجيع من قبل الجمهور الكويتي. The Kuwaiti crowd and Kuwaiti audience, how well you found them about understanding such kind of art? I think they're amazing. I think they love opera, and we always have a fantastic audience whenever we do it. They seem to appreciate, they get the funny bits that we put in, and they are so appreciative of everything we do. I mean, I would say that way more than half of our audience is Kuwaitis, and they are so supportive of us. And I know that, you know, they will phone Richard and say, how can we get tickets? How can we come? And they seem to understand and love the music very much. You know, I think it's great because, of course, Kuwaitis have the two different cultures, whereas we're just stuck in the Western one. But they seem to, you know, really, you know, really appreciate it. Thank you, Sheila. بالفعل يعني من خلال الأستاذة شيلا ليلي قاعد تقول أن المجتمع الكويتي فعلا يقدر هذا النوع من الفنون، والفن الأوبرالي من الفنون التي تحظى بمتابعة الجمهور الكويتي، خاصة أنه يطلع على نوعين من الثقافة ليس كما هو الحال في الغرب. هناك ثقافة شرقية وهناك ثقافة غربية، وهم على استعداد أن يقدموا المزيد من الفعاليات متى ما تم دعوتهم. لذلك أمرهم يقدرون كثيرا بشكل كبير الجمهور الكويتي وتعطشه وتقديره لهذا النوع من الفنون. من ضمن متابعتنا لكواليس العمل الأوبرالي دون جيوفاني، معنا شخصية دون جيوفاني اللي تتمثل بالفنان مايلز هونر. مايلز، about your performance today as دون جيوفاني, do you please just tell us about the role itself and how long have you been doing this role? Okay, so this is the second time I've actually performed Don Giovanni. This is the first time obviously in Kuwait. I'm very happy to be here. It's a lovely country and city. So the role of Don Giovanni is a really interesting one because I'm kind of opera's bad boy. I am a womanizer. I see kind of women as playthings and all that sort of stuff. And I am a very bad man, really. I kill someone in the opera, and I do some pretty bad things. But in the end, I get what's coming to me. So. Okay,
at least the crime doesn't pay at that time. Okay. مايلز يقول إن دوره مثل المرة الثانية على التوالي لكن المرة الأولى في الكويت وهو يعني أدي دوره شخصية يعني مميزة خصوصا فيها جانب كبير من الشقاوة وكذلك الجرأة. مايلز, about the Kuwaiti audience and how they react with the performance of you guys and also the show itself. It's been amazing, actually. It was our first night last night, and the sort of reception from the audience was amazing. They clapped and cheered in all the right places, which is good for us as singers. And the response we got at the end was really, really pleasing. Everyone was, you know, seemed to be really enjoying it. And I know, obviously, opera is not something you get a lot of here in Kuwait. So, you know, from us as performers, you didn't really know what to expect necessarily. But it's been amazing, the reception we've got. So, you know, we're delighted. Thank you, Miles. بالفعل يمكن مايلز يأكد على أن الجمهور الكويتي متذوق وعاشق لهذا النوع من الفنون, فن الأوبرا, ولكن في نفس الوقت يمكن ما حصلت له فرصة كبيرة بأنه يطلع على عروض أوبرالية. العرض الأول للفرقة يعني فرقة أحمد الموسيقية وعرض دون جيوفاني حقق نجاح كبير على مستوى الجمهور اللي أعجب بالعرض وهو سعيد بوجوده في الكويت, يتمنى أن الجمهور الكويتي فعلا استمتع في هذا العرض. وبشذي نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج أجندة ثقافية, واللي من خلالها تابعنا مجموعة من فعاليات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمناسبة اختيار الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية. إلى أن نلتقيكم في فعاليات أخرى, لكم من كل التحية ومع السلامة.